بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخواني الأعزاء ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في مثال جديد، وإن شاء الله في هذا المثال سوف نتحدث عن طريقة تصميم برنامج الكاشير. هذا البرنامج يمكن الاستفادة منه في محلات السوبر ماركت، محلات الميني ماركت، أو المحلات التجارية الصغيرة. كما يمكن أيضا الاستفادة من هذا البرنامج هذا المثال الذي سوف نجزئه إلى أكثر من حلقة. يمكن أن يستفيد منه الإخوة المبتدئين في التعرف على طريقة تصميم فاتورة المبيعات أو بطاقة الصنف. يعني هو عبارة عن بوابة أو مدخل للتعرف على طريقة تصميم الفواتير وبطاقة الأصناف وغيرها من التصاميم. في هذا المثال قمت بإنشاء جدول إكسل مشروع إكسل يتضمن مجموعة من الجداول. هذه الجداول تمثل تصميم برنامج الكاشير في قاعدة البيانات. يعني فينا نقول إنه هذه الجداول هي عبارة عن مكونات مشروعنا اللي هو برنامج الكاشير. عندنا تقريبا سبع جداول. حاولت قد ما في صغر المثال لحتى نقدر نوصل الفكرة ويكون في عنا مرونة أكثر يعني بالتعاطي مع الجداول وما يأخذ مننا وقت أكثر من اللازم. الجدول الأول اللي هو الكاتيجوري، هذا الجدول هو عبارة عن الكاتيجوري، والمقصود منه هو المجموعات اللي هي إلى خصة أو لها علاقة بالأصناف. يعني كل صنف مفترض أنه يكون تابع إلى مجموعة، أو أكثر من صنف مفترض يكون تابع إلى مجموعة. يعني على سبيل المثال لنفترض أنه في عنا مثلا على مستوى الألبان والأجبان اللي هو عبارة عن كاتيجوري، ألبان وأجبان ضفنا عنا هون بجدول الكاتيجوري. مثلا عنا جبنة أشأوان، جبنة حلوم، جبنة كري إلى آخره. هذه الأصناف بنحطها تحت مجموعة اسمها أجبان وألبان. إذا عنا مثلا على مستوى مثلا مواد التنظيف مثل الاريال، برسيل، البريل مثلا، الجلي، هذه الاصناف بنحطها كمان ننشئ لها بقلب جدول الكاتيجوري، بننشئ لها مجموعه او اسم مجموعه بعنوان مثلا مواد التنظيف بنحطها تحتها، وهكذا دواليك. هذه الغاية طبعا من الكاتيجوري، وإن شاء الله بالدروس المقبلة أو بالحلقات المقبلة حنشوف قديش أهمية هيدا الجدول. بيرجع في عنا الجدول الثاني اللي هو الايتم كارد، اللي هو بطاقة الصنف، بقلبه مجموعة من الحقول تمثل البيانات الأساسية أو هوية الصنف، مثل مثلا رقم الصنف، اسم الصنف، وحدة القياس للصنف، سعر الصنف إلى آخره. كل هذه موجودة ضمن بطاقة الصنف، هذا الجدول. الجدول الثالث والرابع اللي هن بيمثلوا فاتورة المبيعات، السيل ماستر الجدول الأول اللي هو بيمثل رأس الفاتورة، رأس فاتورة المبيعات، مثل مثلا تاريخ مثلا الفاتورة، التصنيف أو توصيف الفاتورة، مثلا إذا مبيعات نقدي بيتضمن أيضا مثلا العملة، بيتضمن رقم الفاتورة، بيتضمن المجموع الإجمالي للفاتورة، بيتضمن أيضا البائع أو اسم البائع اللي حرر هذه الفاتورة. كل هذه البيانات أو المعطيات بتكون موجودة برأس الفاتورة اللي بيمثل عنا هون الجدول اللي هو السيل ماستر. بيرجع في عنا الجدول الثاني اللي هو مرتبط بالسيل ماستر، الجدول الثاني اللي هو السيل ديتيل، لأن احنا بنعبر عنه ب البيانات الفرعية للفاتورة أو تفاصيل الفاتورة، وهو بيتضمن طبعا الأصناف، بيرصد الأصناف، نحرر بداخله الأصناف المباعة داخل طبعا السيل ديتيل، والعلاقة بين السيل ديتيل والسيل ماستر حتكون 1 to many أو من سجل إلى مجموعة سجلات. يعني هني هوتنين فينا نعبر عنهم بجدول واحد، أو هول جدولين بيمثلوا فاتورة المبيعات. بيرجع في عنا الجدول الخامس وهو اليوزر ايفنتس. هذا الجدول يستفاد منه في تعقب حركات او عمليات المستخدمين. بامكاننا من خلاله نرصد انشاء الفاتورة، تاريخ انشاء الفاتورة، تاريخ التعديل على الفاتورة، تاريخ حذف الفاتورة، مين اللي انشا هذه الفاتورة، مين اللي عدل على هذه الفاتورة، مين اللي حذف هذه الفاتورة. كل هذه المعطيات وكل هذه البيانات تتسجل عنا داخل اليوزر ايفنتس.
بيرجع في عنا جدول اليوزرز. جدول اليوزرز اللي هو من خلاله نحن حننشئ إدارة للمستخدمين، من خلاله أيضا بنضيف مستخدمين جداد، بنعدل على المستخدمين، وفي نفس الوقت حنستفيد منه كواجهة للدخول. يعني حنعمل واجهة للدخول للبرنامج، بنحط اسم اليوزر نيم والباسورد، بيحط اليوزر اسمه، بيحط الباسورد، ومن خلاله يدخل إلى المشروع أو إلى البرنامج. واخيرا جدول اليونت كارد. اليونت كارد اللي هو بيمثل بطاقة وحدات القياس. نحن بنعرف انه كل صنف في له وحدة قياس، فنحن جينا قيدنا الموضوع شوي حتى لما المستخدم يحرر وحدات القياس يدويا جعلناها مغلقة او مقيدة، بنعملنا جدول مرجع لهذا الحق اليونت الموجود في الجدول ايتم كارد. هذا الجدول المرجع نحن حنسجل بداخله او نحرر بداخله وحدات القياس، وبالتالي بنمنع المستخدم من الوقوع في الاخطاء الاملائية، وهذه بتعملنا مشكلة بعدين بعمليات الفرز، وبتعملنا مشكلة ايضا بتحرير الفواتير. فلحتى نتفادى نحن هذه المشكلة قمنا بانشاء جدول اليونت كارد بطاقة الصنف لتحرير وحدات القياس بداخله. إذن إن شاء الله في الدرس المقبل، إذا الله أحيانا في الدرس المقبل سوف نبدأ بتصميم أو بالتصميم العملي لهذه الجداول في قاعدة البيانات من نوع SQL. بالمناسبة أنا سوف أستخدم برنامج Visual Studio، سأستخدم أيضا لغة السي شارب، تقنية الدب إكسبرس، تقنية الدابر، يعني هول البرامج اللي هني حنستخدمهم بهذا المشروع إن شاء الله. أنا في الدروس المقبلة يعني حأحكي شوي عن الدابر وقلكم كيف بتنزلوه. هو عبارة عن مكتب DLL، يعني بتنزلوه بكل بساطة بينزل عندكم، وهذه التقنية مهمة جدا وسهلة ومرنة بالتعاطي مع قاعدة البيانات. طيب تابعونا في الدرس المقبل، حنبلش بتصميم هذه الجدول في قاعدة البيانات.